أحبائي مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الطبيب العظيم. شخص الرب يسوع المسيح هو وحده الطبيب العظيم اللي وعد وقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا إلي أنا أريحكم. هو وحده الطبيب، هو أيضا الدواء لكل مشكلات حياتك الروحية والنفسية والجسدية. أرجو عزيزي المشاهد أن يكون هذا اللقاء سبب بركة وتغيير وتحرير لحياتك. لما أقول لك مد إيدك على البحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم إيدك بصغرها وبضعفها. لما أقول لك مد إيدك على البحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم إيدك بصغرها وبضعفها. إيدي القديرة ماسكة إيدك وشدها، إيدي القديرة ماسكة إيدك أديها قوة وشدها، ونبقى إيد واحدة عظيمة تأمر بحر وتشقها. لما أقول لك اوعى تسجد للملك اسمع كلامي، وصل رسالتي واوعى تسكت وسط الاسود هاجم سلامي. لما اقول لك اوعى تسكت للملك اسمع كلامي، وصل رسالتي واوعى تسكت وسط الاسود هاجم سلامي. هدي الكرامه بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك، هدي الكرامه بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك، ويشهدوا بقدره ابوك يهوى القادر ملك الملوك. لما جولياد يوقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، وقف واعلن انتصارك وعلن انه في ايدك اسير. لما جولياد يوقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، وقف واعلن انتصارك وعلن انه في ايدك اسير. انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، لكن بقوة اقتداري انا هعمل بيك المستحيل. لما اقول لك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين، هشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمكتين. لما اقول لك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين، هشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمكتين. همشي معاك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين، همشي معاك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين، واللي بدي قول علي قليل هشبعك بطول السنين، واللي بدي قول علي قليل هشبعك بطول السنين. أمين. اتفضلوا أماكنكم. بصراحة أنا اتفضلوا أماكنكم، مش عايزين تقعدوا، انتوا حرار دي مشكلتكم. أنا لو سدناوي، إيه سدناوي دي؟ سدناوي يعني من سيدني، سدناوي الصعايدة كده يقولوا، ده مش عارف سوهاجي ده كذا، فسدناوي يعني من سيدني. لو أنا سدناوي كنت عدت الترنيمة دي تاني، كنت طلبت من أيمن يعيدها، بس أنا أتشرف إن أكون سدناوي لكن مش سدناوي، فمعرفش أنتوا رأيكم إيه. شايف سدناوية كلهم سدناوية أصالة دول، أحلى سدني. لما أقول لك مد إيدك على البحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم إيدك بصغرها وبضعفها. لما أقول لك مد إيدك
عالبحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لي حجم ايدك بصغرها وبضعفها، ايدي القديرة ماسكة ايدك اديها قوة شدها، ايدي القديرة ماسكة ايدك اديها قوة شدها، ونبقى ايد واحدة عظيمة تأمر بحر وتشقها. لما اقولك اوعى تسجد للملك اسمع كلامي، وصل رسالتي واوعى تسكت وسط الاسود هاجب سلامي. لما اقولك اوعى تسجد للملك اسمع كلامي، وصل رسالتي اوعى تسكت وسط الاسود هاجب سلامي. هدي الكرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك، هدي الكرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك، ويشهدوا بقدرة أبوك يهوى القادر ملك الملوك. لما جولياد يوقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، اوقف واعلن انتصارك وعلن انه في ايدك اسير. لما جولياد يوقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، وقف واعلن انتصارك وعلن انه في ايدك اسير. انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، لكن بقوة اقتداري انا عامل بيك المستحيل. لما اقولك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين، اشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغيفة وسمكتين. لما اقولك اللي في ايدك مش يا ابني قليلين، اشبع الاف الناس وازيدك بخمس أرغفة وسمكتين. همشي معاك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين، همشي معاك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين. واللي تقول عليه قليل هشبعك بطول السنين، واللي تقول عليه قليل هشبعك بطول السنين. امين. اتفضلوا على مكانكم. انا هختصر من الوعظه وهاخد 3 دقائق في ترنيمه من الترانيم الرائعه جدا والنادره اللي الفها ولحنها اخونا ايمن كفروني. بتقول اسمه لوحده كافي. صدقني يا عاشق، مفيش ولا ترنيمه باللغه العربيه بتقول فيها كلمه العشق لله. يمكن في ناس غير مسيحيين كتبوا في العشق لله، بس لم توجد ترنيمة. أنا على الأقل في حياتي ما سمعتش ترنيمة مسيحية فيها كلمة العشق لله. هذا ما كتبه أيمن كفروني في الترنيمة الرائعة دي. يمكن مش كلنا بنعرفها، علشان كده أنا مشغول النهاردة وعلى قلبي أنه نسمعها قبل ما نسمع لكلمة الله. ركز وشوف، هل أنت بتحب المسيح فعلا؟ المسيح يتحب، صفاته تتحب، شخصيته تتحب، أعماله تتحب، فداؤه يتحب، اسمه حلو. فحاول تقول معانا اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا،
أو يعطينا الخلاص، ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا أو يعطينا الخلاص. ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، تتخلص من النار ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي، صدقني بين عشاء أحلى اسم عش فافي، يسوع بينطى. ولو من حمل تعبان والهم زاد عليك، أو كترت الأحزان وهجر النوم عينيك، لو من حمل تعبان والهم زاد عليك، أو كترت الأحزان وهجر النوم عينيك، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، ولو ما بقي أصحاب ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي، صدقني بين عشاء أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطى. أستاذنكم وإحنا واقفين، تعالوا نقرأ كلمة الله. نقرأ بنعمة الرب من إنجيل بحسب البشير متى وأصحاح 21. إنجيل متى وأصحاح 21 ومن عدد 33. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما، ياريت تقروا معايا، وأحاطه، بس هو عيب في سيدني تقروا الكتاب المقدس يعني في الصعيد في القرى، ورغم أنه بيبقى فيه خطر الناس بتقرأ بصوت عالي، مش كده أخ ممدوح فابو رقاص بصوت عالي جدا؟ لا كلنا نقول أعكف على القراءة يعني كلنا نقرأ وهو الشاشة. يلا نبدأ من الأول. اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة، وبنى برجا، وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرامين الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتاب في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط
هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، إذ كانوا يطلبون أن يمسكوه، خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. وانت واقف أدعوك، وأنا أكتر واحد فيك. هذا المثل من الأمثال العظيمة جدا المليئة بالمعاني، ورغم هذا قليلا ما بنسمع فيه وعظ. يمكن مثل زي ابن الضال مشهور جدا، والآب المحب، ومثل الغني الغبي، وأمثال كثيرة، ولكن قليلا، أنا شخصيا قليلا حتى ما وعظت في هذا المثل. ولكن بالأمس الرب وضع على قلبي وأنا راكع قبل الاجتماع مباشرة أن نتحدث عن هذا المثل. وحكيت المثل وحكيه بسرعة، أن في شخص غني كان عنده كرم، أي شجرة عنب كبيرة، وبعدين اعتنى بها جدا، عمل لها سياج يعني سور، وحفر فيها معصرة علشان يعملوا بينها عصير العنب، وبنى برج علشان المراقبة والحماية، وسلمها الناس كرمين بيشتغلوا في الكرم. ومرت سنة وأرسل عبيده وقت الإثمار يقول لهم هاتوا الثمر، فضربوا العبيد وقالوا لهم ما فيش ثمر. بعت مرة تاني عدد أكبر، جلدوهم وقتلوهم. مرة تالتة ومرة رابعة، القصة موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا، أنا بجمع لك كل الأفكار مع بعض. في الآخر قال ما هم دول عبيد، أبعت لهم ابني، ويقول في مرقس ابن الحبيب وفي لوقا ابن الوحيد. فلما بعت لهم ابنه قالوا ده الوارث، احنا نخلص منه، أخرجوه خارج الكرم وقتلوه. ده القصة حكاها المسيح، وسأل الفريسيين والكتب ايه رأيكم؟ طبعا هم ما كانوش عارفين الكلام عليهم، من فمهم كان بيدينهم. قالوا طبعا هياخد الكرم من دولة ويدي الناس تاني ودولة يهلكهم. قال لهم انتوا كده. المسيح كان عنده شجاعة أدبية عظيمة، كان طيب وحنين، بس كان بيقول الحق. جاء مملوء النعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. امبارح قلت اني عايز اتكلم ثلاث كلمات، اتكلمت في الكلمة الاولى شوية، هكمل النهاردة. اولا صاحب الكرم الامين، ثم الكلمة الثانية عن شر هؤلاء الكرمين، ثم الهلاك الى ابد الابدين. بالنسبة لصاحب الكرم قلنا فيه 10 حاجات، تعالوا نحفظهم مع بعض. اول حاجة انه هو رب البيت، تاني حاجة انه غرس الكرم بايديه، ثالث حاجة عمل سياج، 4 عمل معصرة، 5 عمل برج، 6 سلموا إلى كرامين، 7 سافر، 8 ما بعتش إلا في وقت الإثمار، انتظر الوقت الإثمار، 8 بعت العبيد بتوعه، وأخيرا الحاجة 10 بعت ابنه. كم حاجة دولة؟ 10. امبارح تكلمنا في 4 نقاط، هكمل النهاردة شوية فيهم. هنعيد تاني، كم حاجة عملهم صاحب الكرم؟ أول حاجة هو رب البيت، هو الأب. تاني حاجة غرس الكرم بإيديه. تالت حاجة حط السياج. رابع حاجة عمل معصرة. خامس حاجة بنى برج. سادس حاجة سلموا إلى كرامين. حاجة 7 سافر. حاجة 8 انتظر لوقت الإثمار. حاجة 9 بعد العبيد علشان يجيبوا الثمر. حاجة 10 بعت ابنه. امبارح اتكلمت عن هذا الكرام او هذا صاحب الكرم، اسف، واحد رب بيت. يعني ايه رب بيت؟ يعني ابونا السماوي في الكتاب المقدس اعلن لنا المسيح ان الله هو ابونا. ولما علم تلاميذه قال متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. هو ابويا، الله عمره ما كان ضدك. وبالمناسبة الله لما يأمرنا بالتوبة مثلا في آية في أعمال 17 بتقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. ده لمصلحتك، مش لأنه ضدك، لأن عارف العيشة مع إبليس مدمرة لحياتك ولبيتك، فهو رب البيت. حاجة تانية إنه غرس الكرم بإيديه، الله خلقنا على صورته، لم يخلق الحيوان أو النبات على صورته،
وعلى فكرة في مزمور 139 داود يقول عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت لا أستطيعها. يا رب أنا قد امتزت عجبا. أنا وأنا داخل استراليا المرة دي ما بصمتش، السنة اللي فاتت بصمت وأنا داخل، بس دايما لازم وأنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ببصم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية في حوالي 400 مليون بني آدم، غير الضيوف يمكن يكونوا قدهم، ولا بصمة زي التانية. يعني الله لما غرسك صنعك وصنعني مميز جدا، بس لو عرفت انت معمول ليه، لو عرفت الغرض الالهي لصنعك. يقول في كورنثوس الثانية 5 انه قد صنعنا للمجد، يعني الله خلقك علشان تعيش للمجد. ولما خلق ادم وحواء قال لهم تسلطوا انتم ملوك. حاجة التالتة انه احاطوا بسياج، ربنا محوط حوالينا. الشيطان اتغاظ من ايوب وقال له ربنا انت احط سيجت حوله من كل وحول بيته وحول ما كل ما له من كل ناحيه، ومكتوب اكون سور من نار من حولها ومجد في وسطها. صدقني صدقني في بعض الاسماك الطاهرة اللي كانت تؤكل في لوين 11 كان ليها حاجتين، زعانف وحراشيف. تمام يا عم سمير، انت معلم في كلمة الله. زعانف يعني يمشي ضد الطيار، حراشيف يعني متسيج من حواليه، يعني لحم مر. عارف التعبير ده؟ لما واحد صعيدي يقول لك بص انا لحمي مر. يعني ايه لحمي مر؟ يعني هقول لك حاجه بصراحه لاني لازم امر النهارده، مش هقدر اقف عند كل حاجه. ربنا طلع الشعب القديم من ارض مصر وكان ماشي قدامهم، ولما اقول لك مد ايدك على البحر يا ابني مدها، قال لموسى راح اضرب البحر، راح ضرب البحر. دي مش خيالات، نحن نؤمن بكل حرف في كلمه الله. فتشق البحر الأحمر، أيوة تشق البحر الأحمر. في ناس طبعا بتقول دي خيالات وكلام، وناس أسس وخدام مالناش دخل بيهم. أنا أؤمن بكل حرف، يعني أؤمن بالوحي الحرفي لكلمة الله، مش موضوعنا دلوقتي. لأن لما يقولك حفظ الإيمان أو الإيمان المسلم مرة القديسين، يعني هذه الحقائق الكتابية ما يتلعبش فيها. المهم فقال له شق البحر، شق البحر. دخل الشعب كان حوالي 2 مليون ومعهم غنمهم وبقرهم، ما شوف البحر والمية سور نار حواليهم من هنا، سور مية من حواليهم من هنا وسور مية من هنا. فرعون ملك مصر قال ادخل وراهم. اسمع التعبير في سفر الخروج صح 14، فانتقل. ركزوا معايا اللي ورا، انتوا معايا اللي ورا خالص اللي في المية. شكرا اللي سمعني يرفع ايده، اللي مركز معايا اشكركم جدا، شجعتوني، واللي على الشاشات طبعا، واحنا دلوقتي جلوبال على العالم كله، كل العالم يشاهدنا، يمكن على 13 قمر صناعي موجودين في هذه اللحظه، فناس كتيره في الشرق الاوسط وفي اوروبا شايفانا لان الوقت مناسب وصحيين وبيتغدوا. يعني حتى لو بتاكلي بطه يعني اقطع البطه وركزي معايا، يعني كلي، ما بقولكيش كلي، والباميه حلوه بس ركزي معايا كويس. واخد بالك؟ فال احنا فين دلوقتي؟ في البامية. طيب ركزوا عليه. فدخل فرعون الله فعمود السحاب كان قدامهم، سياج المية يمين وسياج المية شمال، والله قدامهم. اسمع اسمع التعبير ده، فانتقل عمود السحاب من امامهم الى خلفهم، فبقي فرعون هو علشان يلمس بقرة أو 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 حمامة أو وزة أو إنسان أو طفل من الشعب، كان عنده مشكلة. إيه المشكلة؟ كان عليه أن ينتصر على الله. أنت فاهم؟ يعني الله كان سياج بين الشعب وبين فرعون،
فيجي فرعون عايز يلمس حد، لازم ينتصر على مين؟ على الله. ما في آية بتقول إن كان الله معنا فمن؟ هللويا. سياك، لما ربنا يبقى سياك حواليا ما يقدرش فرعون على شعراي من بنتك. افهمي، لا يا اخي زكريا اصل البنت صعب. يا ستي انا ما بقولكيش صعبه ولا سهله، انا بسالك بتصلي لاجلها والبنت محتميه في الدم ولا لا؟ البيت المسيح ساكن فيه ولا لا؟ ده السؤال. سايك حواليه يقول لك بالايمان عبروا البحر الاحمر، الامر الذي لما شرع فيه المصريين غرقوا. ناس كتير تلاقي واحد يطلع للخدمه وربنا يباركه ويستخدمه زي الاخ ايمن كفروني وخدام كتار كل الاسس، واحد تاني يقلده يقول لك طب ما ده ساب شغله، انا بعرف مئات القصص، فيعمل زيه. تبص تلاقيه ما يقدرش يكمل وتحصل مشاكل وخرف في البيوت وحاجات. يقول لي طب ليه؟ طب اشمعنى ايمن كفروني؟ اقول له بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر الامر الذي لما شرع فيه المصريين غرقوا. ما ينفعش تقلد السياج الالهي، لا يقلد. هل في سياج على بيتك، على اولادك، على بناتك، على حياتك؟ ما هو هذا السياج؟ الحضور الالهي. الحضور الالهي حينما تكون قد تقابلت مع المسيح المخلص. طيب ثم الحاجه الرابعه، صنع حفر فيه معصرة. المعصرة التي يحصر فيها النبيت أو العنب سورة الفرح، ويقول عنه عن دم العنب: يهوذا غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ده في العهد القديم. فهذا العنب حتى في كسر الخبز في التناول في العشاء الرباني بيجيبوا عنب ويقول هذا هو دمي. الفرح الحقيقي يأتي حينما تتمتع بمعصرة الصليب. الناس بيقولوا المسيحيين دول مجانين، ازاي يفتخروا بالصليب؟ هذا الصليب وسيلة اعدام. واحد قال لي انتوا مجانين، يعني انا اجيب مشنقة واعتبرها حاجة عظيمة؟ قلت له المشنقة انت تشنق عليها لانك ارهابي، بس الصليب فخر لينا لان يسوع فدانا عليه. الصليب مصدر فخرنا. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا. كل اللي بيتقابلوا عند الصليب بيفرحوا. فاكرين فيلبس المبشر كلم الخصي الحبشي، وبعد كده فيلبس اختطف، كلموا عن الصليب. اسمع ماذا يقول عن هذا الوزير: فذهب في طريقه فرحا. المعصرة عند الصليب تأتي بالفرح. طيب حاجة الخامسة عشان الوقت، بنى برجا. ايه برج بقى؟ البرج ده كان حماية. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق. وعلى فكرة في مكان كان اسمه المصفاة، كان دايما صموئيل النبي يروحه، معنى اسمه برج المراقبة، نفس اسم معنى المصفاة. يعني ايه؟ يعني لما تزنق لو انت مع المسيح اسمه لوحده صدقني. اسألني، اشكر رب يسوع من 3 أسابيع كملت 40 سنة ماشي مع المسيح. تقابلت مع المسيح مقابلة شخصية يوم 2 شهر 11 سنة 76. واحنا في كام 11 النهاردة؟ 19، يعني من 17 يوم احتفلت ب40 عام. وال40 دول دايما في الكتاب 40 يوم صاموا من المسيح و40 سنة مشاهم الشعب. فترة اختبار. في هذه الأيام اختبرت انه برج حصين. كم مرة غلطت في حقه؟ كتير. كم مرة ما كنتش أمين؟ كتير. وأنا عارف أن مراتي وعيالي بيحضروني دلوقتي وعارفين اللي أنا بقوله، يشهد الرب. كم مرة زنقت ونيمت ومش راضي أوريهم دموعي، وحطيت عيني على المخدة وبكيت، قلت له أنا بتاعك، أنا وحش بس أنت حلو. وفي ترنيمة بتقول: بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جات الألحان. أصحى الصبح ألاقي الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. اسمع الآية الجميلة دي، لو عندك سرطان اسمعها
ولو بنتك سابتك وهربت برضو اسمعها، ولو عندك مصيبة ملهاش حل برضو اسمعيها. عند السيد الرب للموت مخرج. لا أنا دكتور بشري وفيها دكاترة كتير، المنظر ده كل الدكاترة الحاضرين يعرفوه. وإحنا بنتدرب وإحنا صغيرين كنا يدربونا كده على الناس المرضى، في منظر البروفيسور الكبير كان يقلع البالطو، يعني الجاكيت البالطو ما عرفش اسمه ايه، في الروب الأبيض بتاع الطبيب، ويركده ويرميه. ده معناه لدى الأطباء الصغيرين إن المريض مات. بمجرد ما الدكتور الكبير يعمل الحركة دي كلنا نمشي خلاص، وبياخدوا المريض أو المريضة على المشرحة، مات. إلا دكتور واحد صدقني ما بندغدغ مشاعرك، أنا مؤمن باللي بقوله، دكتور واحد اسمه يسوع المسيح اللي عمره ما يرمي الروب، لأنه عنده للموت مخارج، لأنه باني برج. 5 بنى برج، 6 سلمه إلى كرامين. يعني إيه سلمه إلى كرامين؟ كل واحد منكم غصن في الكرمة. مش قال المسيح أنا الكرمة الحقية وأنتم الأغصان، بس في أغصان ثابتة فيه بتجيب ثمر، وفي أغصان ما بتجيبش. ومش هطول في النقطة دي، أنا عايز أقول لك أخبار الثمر إيه. فاكرين مثل شجرة التين؟ قال 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ جه الكرام الحقيقي يسوع المسيح اللي بيتشفع، وقال له اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا. كم مرة ربنا حاول معاك؟ هتقول لي ما أنا عندي ثمر. ايوه ايه السمر يعني باخد. انا زمان، انت هتقولي انا زمان كنت بشرب 3 علب سجاير وكنت بحشيهم محشي يعني فاهمين، وكنت باخد ترامادول وابو صليبة. مش انتوا، انا بكلم الناس اللي يعرفوني في الصعيد وفي الحتة، انا ما اعرفش اسمه ايه المخدرات اللي عندكم هنا، مرجوانا. انا مش بكلم الاسس يا جناب الاسيس، انا بكلم الناس. انا عارفك ما تاخدش حاجه غريبه يقول لي ما اعرفش. طب وانا بكلم حضرتك الناس اللي عارفاني، دول اصحابي، دول حبايبي. اسمه ايه المخدرات الكتيره هنا؟ طب هنا الستات بتشيش كتير ولا بتشيش، ولا الرجاله بس؟ ايس ايس يعني تلج. ايه مخدرات اسمها ايس؟ زي نفس كلمة. المهم ايس، كم بتاخد ايس؟ المهم، وبعدين يا اخي زكريا اشكر الله بطلت، كنت اشرب ازازتين ويسكي دلوقتي بشرب ازازة واحدة، وكنت باخد 4 علب سجاير دلوقتي باخد 2، عندي ثمر. اسمع الاية دي وانقل على طول وفهمها لان ما فيش وقت اطول فيها. ايجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ قال المسيح. يعني إيه؟ يعني كل شجرة رديئة تخرج ثمر رديء. شجرة الرمان النهاردة نازلين عند الأخ مشير المصري ربنا يباركه، فزارع شوية شجر حلوين وشجر صغير، بس قال لي دي أقزام. قلت له أقزام؟ قال لا يو أقزام، بس مش أقزام في الحجم. وبص لقيتكم متر أقزام ومانجا وحاجات كتيرة، شجر حلو وحاجة في زهرة كده ما بين الفل والياسمين، حاجة فظيعة اسمها. مهم، ففي شجر محترم حلو. هجيب ده كلام قاله المسيح، الشجر الرديئة تجيب ثمر من ثمارهم. أخبارك ايه يا كرام يا اللي خلاك ربنا هنا شاهد للمسيح؟ أخبار ثمرك إيه؟ خرج الزارع في بذرة جابت 30، وبذرة جابت 100، وفي بذور أساساً الشياطين خطفتها من أول لأول. تخيل في شجرة شوك
وراح واحد اشترى 2 كيلو تين وراح ربط. تواخد بالك؟ اهو ده التدين الظاهري. انا كنت بعمل كده، كنت عايش في النجاسة والخطية، واجب الليل احط شوية تين اصلي ابانا اللذيب، وكنتش عارفه قوي، واذكر ابويا وامي واخويا واختي اي كلام، وبرضه في الكنيسة احب ادفع عطا. عارف دي ايه؟ شجرة شوك حطت لها شوية تين وعمل لها بالسلوتيب. بس بعد دقيقتين التين ينشف. ربنا عايز يديك شجر التين في قلبك، قول امين. اسمع الآية دي اللي ورا خالص، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدة. الحاجة السابعة إنه انتظر سافر المسيح، مكتوب كده ارتفع عنهم وهم ينظرون وأخذته سحابة من عينهم. المسيح ذكر مثلين، مثل اسمه الأبناء في لوقا 19، ومثل اسمه مثل الوزنات في متى 25، وفي المرتين سافر ورجع يحاسب. فأنا عايز أقول لك خبر سواء يفيدك أو ما يفيدكش، إن أنت مسيح حقيقي في يوم للحساب، بس اسمه الوقوف أمام كرسي المسيح. وإذا أنت لسه خاطي مسيحي بالاسم أو أي كان خلفيتك ملحد غيره، برضو في يوم للحساب، بس اسمه الوقوف أمام العرش العظيم الأبيض. سافر وراجع. طبعا ما ينفعش في استراليا ولا قدام التلفزيون أقول كم واحد ملحد في القاعة، ما حدش يرفع إيده، أو في ناس ممكن ترفع إيديها. أنا بكلم إخواتي وأخواتي الملحدين، أنا بحترم إلحادك جدا، بس عايز أقول لك إن ربنا بيحترمك، لكن الإلحاد غباء في نظره. قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبقول للأباء والأمهات، وكنت بقول في كاليفورنيا الأسبوع اللي فات، وفي السويد الأسبوع اللي قبل فات، وعلى الكرمة برضو، اسمع، إذا ابنك أو بنتك أو قريبك ملحد، اسمع اسمع، المشكلة مش ذهنية، المشكلة روحية. افهموا الكلام، صلوا لأجلهم لتفك قيود الإلحاد منهم. هتقول لي أنت صدقني تبعني، أنا مش ضد أنك ندي كورسات عن الإلحاد وكده، بس المشكلة مشكلة روحية. يقول في روميا 1، لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم، لهذا أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. وأنا قعدت مع ملحدين كتير، ملحد محترم، شخصية محترمة فعلا في الصعيد، دكتور كبير، رئيس حزب، رئيس حزب مصري كبير، فأضافني في البيت، هو ملحد، مراته مؤمنة قديسة. فقلت له يا دكتور أنت ملحد كام في المية؟ قلت له يعني أنت متأكد أن ما فيش ربنا كام في المية، وإني نظرية داروين صح، أو إن كانت الدنيا غلطة والكلام اللي بيقولوه ده؟ قال لي 95%. قلت له والخمسة في المية؟ قال لي بصراحة صدقني، أمام لو دكتور محترم ورئيس حزب، قال لي بصراحة يا دكتور زكريا، أن تكون مؤمن بالإلحاد أصعب مليون مرة من أن تكون مؤمن بالمسيحية. هو مسيحي في، يعني مسيحي في البطاقة في الهوية. قلت له ليه؟ قال لي أنا مش متأكد 100% أن يمكن يكون في الله. ضميره والله في سفر الجامعة جعل الأبدية في قلوبهم. فقلت له طب والخمسة في المية ده أفرض طلعت أنه فعلا في الله؟ قال لي تبقى مصيبتي سودة. قلت له طب هقول لك آية عن الصليب وآية عن الجحيم. قلتهم له واتغدينا، مراته طبعا كانت مؤمنة، هو راجل كريم جدا، أضافنا شاهد المسيح وأقول الصدق ومش بكذب. بعد الغداء قال لي ممكن أركع أصلي معاك، شاهد الرب يسوع المسيح. قلت له ليه؟ قال لي بصراحة حكاية الخمسة في المية اللي قلتها لي دي، قال لي قولها في التلفزيون، قولها لكل الناس، لأن ما فيش ملحد حقيقي أن أصدق أن الدنيا دي خلقت نفسها، دي حاجة صعبة، بس إحنا عايزين تكون كده. موسومة ضمائرهم، عايز ضميره. عارف كلمة زمان كان في شفاء لألام الروماتيزمية بالكي، يجيبوا سيخ حديد ويروح ضارب العصب فما يبقاش في ألم، هو ما لم يشفى بس هو موت له العصب.
فكرة الإلحاد هي موسومة ضمائرهم زي ما مكتوب في أفسس. فأنت صلي لأجل الملحدين إن الرب، وكم آلاف الملحدين، مئات الملحدين، مئات مش هقول آلاف. كل ما يكلمني على الإلحاد ويقول لي اقنعني وداروين ومش داروين، أقول له طب بص أنا هصلي لأجلك وأقول له آية وامشي. تمر 10-20 سنة ويتصل بي أخ سمير، شاهد الرب أنا ما بكذب، دكتور أخ زكريا نعم أنا عندي مشكلة ممكن تصلي لأجلي؟ قل مين معاي؟ يقول لي أنا فلان. قل له أصلي لأجلك؟ هو في ربنا؟ أنا بسأله. يقول لي أخ زكريا الكلام في الواسع حاجة، والكلام عند الموت والضيق حاجة تاني، فتعامل بالصلاة وصيام مع الملحدين لأن المشكلة مشكلة روحية. من أشهر القصص اللي عملناها برنامج حياتك في قصة، قصة حقيقية بالأسماء، ملحد أمريكي شهير، مراته خادمة قديسة شهيرة، زي القصة اللي حكيتها لك. الأم دي قصة حقيقية بالأسماء، يعني تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب إيمان ابنة ملحد أو كده، مش فاكر اسم القصة ايه، المهم موجود على اليوتيوب وبالأسماء. باختصار إنه الأم وهي بتموت مسكت بنتها 12 سنة، قلت لها حبيبتي أنا رايحة عند يسوع. الدكتور قال له هتموتي، أنا رايح عند يسوع حبيبي، وبص يا بنتي حاولي تيجي معايا، احترمي بابا وطوعي بابا في كل حاجة، بس تعالي عند يسوع معايا. ورقدت الأم. الأب عامل كتب عن الإلحاد وفيلسوف كبير وكذا. مرت على القصة دي 5 سنين، البنت بقت 17 سنة، أصيبت بنفس المرض كان وراثي، والبنت بتموت. الدكتور قال لها هتموتي بعد أيام. دخل الأب لقى البنت بتبكي، قصة حقيقية. مالك يا بنتي؟ قالت له بموت. قال لا 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 هنجيب لك أكبر دكتور. قالت له أنا مش ببكي علشان أكبر دكتور، أنا هموت والدكتور قال لي هتموتي، بس أنا عندي سؤال يا بابا. قال لها قولي يا حبيبتي. قالت له ماما لما كانت بتموت قالت لي أنا شايفة يسوع ورايحة عنده، وانت بتقول لي مفيش يسوع، أصدق ماما ولا صدقك أنت يا بابا؟ هل تعلم ماذا حدث؟ انهار هذا الأب في دموع وحضن ابنه، قال لها سدي أمك يا حبيبتي، لأن الإلحاد لا يعطي الرجاء لكن يسوع يعطي الرجاء الأبدي. اتبع المسيح معه وتابع المسيح، وهو بعد القصة دي اتغير وصار قديس وبدأ يكتب كتب أنتي إلحاد ضد الإلحاد. ماذا يقدم الإلحاد؟ أنا ما عرفش إيه اللي خلاني أنا الوعظة مالي بالإلحاد. المهم إنه سافر حاجة تامنة. أنا على فكرة بصوا بصلي قبل الوعظة أقول له أنت على لساني، فممكن أخد في نقطة ما بجهز، أنا بقول له أنت على لساني بروحك حتى لو قلت كلمة واحدة. النقطة اللي بعد كده اهتم بوقت الإسمار، ولما قرب وقت الإسمار خلي بالك من وقتك، خلي بالك من الوقت. أنا عندي مئات القصص الحقيقية عن ناس توقعوا أنهم يتوبوا وماتوا وأنا ما عرفش لحقوا يتوبوا ولا لا. المسيح بكى على أورشليم، عارف ليه؟ في الأصحاح اللي قبله على طول في لوقا 19 قال لها لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. في زمن اسمه زمن الإسمار أم تستهين بغنى لطفه وإيه؟ وإمهاله. إيه إمهاله؟ يعني لسه أنت عايش والباقي ماتوا. يا عراقيين، إخوات العراقيين اللي بيشاهدوني على التلفزيون أو الموجودين، كم مرة وانت جاي من ناحية تركيا أو اليونان اللي معاك غرق وانت نجيت، حصل ولا ما حصلش؟ فاكرة لما قلتي أو قلت بس أوصل استراليا أخذ الباسبور، لونه إيه هو الاسترالي؟ لا الباسبور، أخذ الباسبور الاسترالي الأزرق. يا رب كل قلبي ليك يا رب، كل بيتي ليك يا رب، كلش كلش كلش، لا كلش ولا هشش ولا بيتي، لا كلش ولا بيتي للرب.
والعمر ضاع والوعود اللي قلتيها ضاعت، بس هو فاكر كلامك، وانت كنت هتغرق في البحر صح ولا لا؟ واللي غيرك مات وانت نجيتي، وانت نجيت وموجود. كم واحد كنت قاعد معاه بوعظه وقال لي ان شاء الله بكرة أتوب، وبكرة كنا بنصلي على جثته في نفس الكنيسة. هذه القصة كررتها كثيرا. كنت في أحد مدن الصعيد وقاعد مع راجل سنه 38 سنة، موظف كبير في البنك، مدير جامد في بنك كبير في مصر في الصعيد في المدينة محافظة كمان. فجاي جم روح بزوره أنا ومسؤول جامعة خلاص النفوس في المدينة، وهو امرأته معه ولدين. كان أيامها الدولار ارتفع، وبسأله بتاع تلت ساعة، وكان معايا كتاب مقدس زي ده بسوستة مقفولة كده، سحابة اسمها، بفتح السحابة دي أو السوستة كده. أنا بعمل كده بعد تلت ساعة اتكلمت معاه عن الاقتصاد وعن كل حاجة، عمل كده، لا أنا تعبان أمام إلهي. تقول انت زي الفل. قال لا ما توعصنيش، انا تعبان، تعال للصبح. قلت له انا هقول لك ايه واحده. قال لي ولا ايه. ركعت في الانترين يعني في الريسبشن في الليفينج روم، ركعت قلت له يا رب ارحم هذا الاخ ومراته والولدين، فاكرهم زي دلوقتي. طلع معاه عند الباب، عند باب الشقة، وقال لي اوعى تزعل مني يا دكتور زكريا انا تعبان، تعال لي بكرة الساعة 7 صباحا. 7 صباحا انا ببيع لبن، يعني لبن حليب انتوا بتقولوا عليه، هاجي لك 9. قال لي وعد تجيني 9، وكان صحته زي الفل وانا طبيب بشري. روحت الاستراحة كنت في جامعة خلاص النفوس، المرنم بحكي له قال لي الراجل ده هيموت النهاردة. قلت له ما تبقاش فقر يا شيخ. قال لي هيموت النهاردة وهتشوف. يشهد إله اللي بعبده وعمري ما اكذب وانا على منبر الله. الساعة 1 الفجر رن التليفون، اتاري الشيخ اللي خدني للزيارة بيرد، قال لي اوعى تروح له الساعة 9، تعالى له الساعة 1 بس في كنيسة الملاك هنصلي على الجثة بتاعته. مات الراجل، انا كنت عنده الساعة 11، مات بعد ساعتين. وكلام المرنم طلع صح، ان ابليس في آخر لحظات وقته حاول يقفل عليه. كتير كتير جدا مئات القصص اللي حصلت معايا في بداية خدمتي. أول خدمة خدمها سنة 84، رحت قرية، وفي القرية دي كان في موظف، والموظف ده معرفش ليه عندي صوت كده من ربنا نزوره، فزرته 5 مرات. اقول له تعال احضر الكنيسه، تعال اسمع كلمه الله، يقول لي المهم اخيرا قال لي انا مش فاضي، هاجي يوم الجمعه تعال لي خدمه. فخبطت على الباب، كان سنه 84، كان خبطت على الباب كده، قلت له يا ابو اشرف، يا ابو اشرف. فسامعه من الدور الثاني بيقول لي ابنه يا اشرف، قل له مش قاعد، سامعه بودنه. طبعا انا 84 كنت متهور وما زلت، بس يعني كنت متهور اكتر. فانا رحت بصوت عالي قلت له انا مش بشحت منك، بتكذب عليا ليه؟ مش هاجي لك تاني. والراجل ده كان سنه 35 سنه، يعني شاب صغير وهم بيتجوزوا بدري. واتاري ربنا كان بعتني ليه فعلا. الكلام ده كان يوم الجمعه. يوم الاثنين اشرف جاني جري، قال لي ابويا دخل في غيبوبه، وانا ما كنتش طبيب، كنت لسه في ثالثه كليه الطب طالب. فروحت لقيته ما بيتكلمش، حتى صلي لاجله ما فيش. قلت له الحقه على المستشفى، اخذ مننجايتس يعني تشخيص كده، مات بعد ساعتين. وهكذا قصص ياما، قصص كثيره جدا جدا لو اقعد معاك ل 100 سنه نحكي. هتقول لي ايه ده؟ اتصلت بيا طبعا واحده بالتليفون برقم ما اعرفوش، الو نعم ده في مصر،
انت زكريا الثورو؟ انا زكريا الثورو. انت بتحكي عن قصص ناس قابلتهم وماتوا؟ قلت لها حصل. وسمعتك على التلفزيون وشفتك على الانترنت؟ ايوه حصل. هو حضرتك كل اللي بتقابلهم بيموتوا؟ هي بتقولي كده. قلت لها كل اللي بقابلهم بيموتوا. ممكن تقولي لي عنوان حضرتك ازورك امام الله؟ شاهد الرب. فصرخت قالت لا. قلت لها طب انا هسأل حضرتك سؤال، مش هقول لك سنك كام، هقول لك كام واحده تعرفيها ماتت، كنت معاها وماتت؟ قالت لي ميات. قلت لها اشمعنى انت قابلت ميات وماتوا بعد ما قابلتيهم 5 دقايق؟ وانا لما احكي قصص باعتبار ان انا كارز، كل اللي بقابله بكلمه على المسيح. هجيلك على الشاشة، هطلع لك في الحلم. لو بتاكل حتى بامية هجيلك. وربنا بعتني بيقول لك اهتم بوقت الأسمار. الحاجة رقم 9، بعت عبيد، أرسل عبيد. ترانيم زمان، في ترانيم طبعا قديمة مثلا بتقول ايه، ترنيمة 100% عمرك ما سمعتها ولا تسمعها، أنا مش موجودة أساساً على اليوتيوب، بتقول إيه؟ وإحنا أطفال، كم مرة صوتي نادي عليك وابعت لك الخادم البيت، قلبك إسي زي الحديد ما قايل لك أنا جاي. كم مرة بعت لك رب من عبيد؟ كم مرة سمعت وعظة؟ كم مرة الحادث اللي ماتوا فيه الناس كنت أنت رايح فيه وكان ده صوت ربنا؟ كم مرة بنتك كانت هتضيع أو ابنك وقلت خلاص يا رب انقذها لي وعش لك وأنقذها ولا كلش ولا هشش؟ كم مرة النهاردة ربنا بعت لك عبيد خدام الرب الأمناء رجال الله اللي كل خادم فيهم ينفع يوعظ قدنا 100 مرة بتواضع رضي يقعدوا ويخلونا احنا نوعظ علشان معتبريننا ضيوف؟ لكن بعت لك أسيس هنري، أسيس نصيف، أسيس حداد، أيمن كفروني، بيتر، أسيس جون نمور، أخي الحبيب سمير جندي، الأسيس سامي، والأسيس جورج، والأسيس 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 بيتر أشرف وغيره وغيره. وكم مرة أهنت الأسس والخدام؟ طبعا مش قدامهم. بعد ما خلصنا الزيارة بصيت لمراتك قلت لها الأشكال دي مش عايزها تيجي تاني، احنا مش فاضيين للناس دي، الناس دي بيوعظوا علشان عندهم أغراض أخرى، الناس دي عايزة فلوس مصاري، اتكلمتوا علينا احنا، هتشوف اياها. مش عشان انا، لا، علشان بعت العبيد. حكيت لكم انا هنا، لا كنت في كاليفورنيا، ما انا بدخلتهم، كنا في ديترويت ميشيغان، كنت برنم، ايمن كفروني بيرنم، وكنا في الطب العظيم من كام سنة، شاب طفل لبناني جميل الشكل نادى عليا وقال لي دكتور زكريا ابويا عايزك هناك. هو الاخ ده طلب مني ان احكي القصه، عشان كده بحكيها، لانه مستحيل احكي اسرار من غير ما يقول الشخص احكيها. فقلت له فين؟ طب ما تخلي ابوك يجي. قال لي لا، ابويا على كرسي متحرك. فرحت لقيت شخص لبناني قديس، مش عارف انت شفته معايا ايمن ولا المهم. فقلت له الف سلامه ايام سوري مشلول شلل رباعي. قال لي انت عارف ان ليله الشلل ده كنت هروح جهنم؟ قلت له لا، الف سلامه ليك، اصلي لك، ايه حكايتك؟ قال لي حكايتي انا كنت عايش في لبنان وكان عندنا اسيس اردني، ما اعرفش ممكن بيتكلم عن الاسيس ايضا، هو قال لي اسيس اردني، ولما زارني قلت له ما تزورنيش تاني، فزارني مره تاني ضربته بالقلم امام الله عز وجل. قلت له اطلع برا، انت بتوع فلوس. قلت له بعدين؟ قال لي جيت هنا ديترويت ميشيغان
وصبت بكانسر في العمود الفقري، وهو بينقلوني وقعت، فوشي جه على الأرض فسفيت التراب حرفيا. قال لي في هذه اللحظة افتكرت لما ضربت بإيدي، كانت سليمة قبل ما تشل، ضربت القسيس الأردني، فصرخت وقلت له جبتني بالعصاية تبتلك يا رب. بس يشكر أنه تاب. قال لي إيه رأيك أبقى مشلول وأروح السماء، ولا أبقى سليم وأروح جهنم؟ قلت له طبعا تبقى مشلول وتروح السماء، بس الأحسن الأحسن ليكم يا سدنوية إنك تبقى سليم وتروح السماء. لا مش لازم يعني تحصل مشكلة عشان تفوق، يعني مش لازم أحكي لك مشاكل وناس ماتت وناس حصلت عشان تتوب. توب لأجل بركات ربنا يا أخي. قول بارك يا نفس الرب ولا تنسي، يعني مش لازم تتوب علشان حصلت مصيبة، توب لأن ربنا كرمك، لسه فيك عينين بتشوف وليك إيدين بتتحرك. ثم أخيرا أرسل ابنه. من هو هذا الابن الوحيد؟ مكتوب إن كان له ابن وحيد، اسمع الآية، حبيب إليه أرسله إليهم. المسيح قال من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. همر عليك في دقيقتين ثلاثة أقول لك يعني إيه ابن الله. نحن نؤمن أن المسيح ابن الله. نتهم كمسيحيين، اللي على الشاشات ركزوا معنا واللي قاعدين حتى المسيحيين يركزوا معايا، بيقول لك أن النصارى مسيحيين الكفرة بيتهمونا بكده، بيقولوا أن الله اتجوز العذراء مريم وجاب منها المسيح، مع أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا لي 40 سنة وأسبوعين عايش مع المسيح، لفيت عدد كبير من العالم، كل القارات طبعا ودول كثيرة جدا، لم أتقابل مع مسيحي واحد بيقول إن معنى المسيح ابن الله يعني الله تعالى اتجوز مريم. تهمة باطلة هم عارفين. طب يا عمي يعني إيه المسيح ابن الله؟ طب ما أنتوا إزاي المسيح ابن الله؟ هقول لك هنا المعاني. أول معنى للمسيح ابن الله المشابهة الكاملة. اسمع، بيقول الله لم يره أحد قط. الله مش ممكن، الله روح. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ابن الله يعني يقول لك هذا الشبل من هذا الأسد، يعني هو المعبر عن الله، صورة الله. المعنى الثاني المحبة الكاملة، الآب يحب الابن، أو زي ما مكتوب ابن محبته. حاجة الثالثة الإحياء الكامل، زي ما الله له سلطان الحياة يسوع يحيي لأنه ابن الله، كما إن الآب له حياة هكذا أعطى الابن أن يكون له حياة. رقم 4 المعادلة الكاملة. بص، تناول اليهود حجارة ليرجموه لأنه قال أنا ابن الله حاسبا أنه معادلا نفسه بالله. فهو مين أبوه؟ مين أبو المسيح؟ المسيح اتولد بمشيئة رجل، يعني اتجوز؟ لا، عذراء مريم ما اتجوزتش، وكل الأديان بتقول كده. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي لهذا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، أي أنه ملوش أب أرضي، هذا معنى ابن الله. ثم التمثيل الكامل، أهو هنا قصتنا، له ابن وحيد قال أبعته لهم. يا سلام، 5 حاجات معنى أن المسيح ابن الله. ودايما بقول أني لما كنتنا في مؤتمر سنة 94 في هاواي، مؤتمر، فحطوا لي بادج كده وعملوا عليه الأهرامات، وكانوا كاتبين بالحرف زكريا استاورو son of the pyramids، يعني ابن الأهرامات. ما عرفش هم عملوا كده ليه في هاواي. فطبعا أنا زعلت ورحت اتخانقت مع الراجل، قلت له أمي شريفة. قال لي يعني إيه؟ قلت له أمي ما اتجوزتش الأهرامات. ما هم الناس اللي بيقولوا إن إحنا بنقول المسيح ابن الله، بيقولك المسيحيين بيقولوا الله اتجوز مريم العذراء القديسة. ما حصلش، ما فيش مسيحي بيقول كده.
المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح هو كلمة الله، المسيح هو روح من الله، المسيح بلا أب أرضي. فبلاش افترى والناس عارفة. حينما نقول المسيح ابن الله أي ولد ليس بمشيئة جسد، لكن الله أبوه الروح القدس حل، هو المعبر عن الله. هنا أرسل ابن الوحيد أي هو المعبر، هو الممثل. جاء المسيح إلينا. في آية بتقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه، لما بعت أنبياء كثيرين أخيرا جاء المسيح. كل سنة طيبين، الكريسماس قرب ومنتذكر ميلاد المسيح. الملائكة ترنمت قالت المجد لله وعلى الأرض وبالناس جاء المسيح. عملوا في إيه؟ بكرة هنكمل. قتلوه، قالوا هو ذا الوارث، قالوا ما نقتله، أخرجوه وقتلوه. هسأل سؤال على ما أيمن والفريق اتفضلوا. معلش ركزوا معايا في آخر نص دقيقة. أيمن بيجهز، مين اللي صلب المسيح؟ الرومان؟ اليهود؟ أنا اللي صلبته، مش كلنا. أنا بص في آية كده غلاطية 22-21 هقولها على ما أخويا أيمن يرنم. بص مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن أحياه في الإيمان. اسمع الآية، إيمان ابن الله أيوة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أحبني، مات عشاني، أنا اللي قتلته بخطاياي. إن النهاردة يا اللي ورا لو سمحتوا اللي ورا ركزوا معايا، أنا مشغول عليكم ما تكونوش مركزين. لو النهاردة أنا عارف إنك مسيحي ومولود مسيحي من أب مسيحي وجد مسيحية، لو النهاردة اكتشفت، أنا عارف إنك عارف عقليا بس اقتنعت إن يسوع الدبح بدالك، مش هتعمل أي حاجة تزعله وبالتالي هتتغير. هي دي التوبة، افهم. التوبة عند الصليب معناها إنك لو عرفت السيجارة هتزعله هتدوس عليها، لو عرفت الخيانة الزوجية هتزعله هتدوس عليها، لو عرفت النجاسة بيكرهها لأنه هو قدوس هتدوس على النجاسة. كلمة توبة معناها باليوناني ما فوق المخ. التوبة هي تغيير العقل فتتغير الأقدام، ليترك الشرير طريقه، لأن رجل الإثم غير أفكاره وتاب. أدي الآية، يعني حينما تقتنع أن يسوع مات لأجلك، تقتنع بمخك، هتطلع من هذا المكان تقول الحاجات اللي كنت بعملها وبتضايقه مش هعملها. يعني أيمن كفروني مثلا قال لي إن أنا عدت أدخن حشيش لأن ما كنتش عارف إن الحشيش يزعل ربنا، وهو مؤمن. استمر فترة لغاية ما عرف الكتاب إن كل من يعمل خطية هو عبد. قال أول ما اكتشفت إن الحشيش والسجارة غلط دست عليها وركعت، قلت له مش هاخدها تاني. هو ده الإيمان، إن عند الصليب ما تعملش حاجة تجرح قلب ربنا لمصلحتك. الله يريد صحتك كويسة ويريد قداستك ويريد البيت يبقى محترم، زوج وزوجة في قداسة. اسمع الترنيمة الحلوة دي، صلي معايا يا بنتي، غمض عينك وصلي معايا. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح،
يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي من كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني، ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني، ليه قلبك من همي عاني، عمرك ضايع وانت الجاني، عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إلي سلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا وضيق ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم من كل الحاضر فيه. جرحك من يقدر يداوي، ذنبك من يقدر يداري، جرحك من يقدر يداوي، ذنبك من يقدر يداري، ليه خايف تتقدم لي، حملك ارمي كله عليه، حملك ارمي كله عليه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل حاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. عندي صوت بالروح القدس لإخواتي اللي عشاشات والمئات عددنا كبير جدا الليلة الموجودين في القاعة، إن النهاردة في ناس الله هيغير تربة القلب، قول أمين، وهيخلي القلب مثمر بشكل حقيقي، وهيشيل يخلع شجرة الشوك ويدي قلب جديد شجرة قداسة. قلبك هيتغير بالكامل، إحنا مش بنداعب مشاعرك، نحن نؤمن بيسوع اللي غير زكى الحرامي وخلاه قديس بيدي للآخرين، وغير السامرية إلى قديسة شاهدة، وغير هيغيرك الليلة. أنا بركع في المكان ده وبوجه دعوة لأسر بتيجي تحتمي في السياج الإلهي، نصلي لأجلها. أكتر من 10 أسس موجودين، كان 12 أسيس، عشان تتصل بأسيس فيهم محتاج أسابيع بأمانة قدام الله، كلهم بيزي موجودين عشان يصلوا لأجلك. هتقولي طب خلاص يصلوا لأجلي في مكاني، أوكي خليك مكانك. ليه هنطلع قدام؟ هنطلع قدام لسببين. السبب الأولاني مش هنقدر نصلي مع كل واحد على انفراد بعد الاجتماع. السبب التاني علشان خاطر هيكون في تكسيف للصلاة،
تتمتع بالصلاة أكتر من 15 سنة. والسبب الثالث والمهم حتى لو ضايقك شوية، حلو إنك أنت تقف وتركع توطيها شوية، ما تنقحش عليك كرامتي. أنا اللي كنت في العراق في سوريا، يا عم لا سوريا ولا مصر، أنا قدام ربنا دلوقتي أمام المسيح. لو أنا راكع مكان قاعد مكانك لهاجي أركع وأقول له يا رب عايز أكون مثمر، تعال اتمتع بالسياج والبرج والمعصرة. كم مرة نادى عليك وانت من غير سمر؟ أنا عمري ما هبوس رأس حد ولا هتمرجع حد، بس الليلة أشعر بحضور المسيح يكاد أن يلمس. إذا حبيت تيجي تركع معايا، هطلب من أخويا أيمن ترنيمة معينة وإياه اللي بتقول هل أطرق بابك بعد ضياع الكل. ليه؟ عندي صوت إن في ناس مش راضية تيجي تصلي تركع، بتقول لك توليت، أنا بعدت قوي، أنا خطايا كتيرة يا عمي. ده أنا باخد سجاير مثلا، سجارة أبسط حاجة، أنا بدخن من 20 سنة. هيقدر؟ طبعا يقدر. أنا البيت اتخرب فعليا، لا يلموا تاني المسيح. أنا الولاد والبنات ضاعوا، هيرجعهم تاني. مش بديك وهم، أنا بكلمك من الإنجيل. أنا بنا يسوع المسيح هو الحل بجد، عنده للموت مخارج. ولو إحنا ما اختبرناهوش ما كناش جينا وتكلمنا. إحنا مش جايين نعمل مسرحية ولا تمثيلية، أنا بركع في المكان ده وعندي عشم إن أسر بالكامل تيجي تركع معايا. وحتى لو ولادك مش معاك قول أنا أحط ولادي وأصلك، أقف في مكانك وتعالى، وأرجو من الأسس يجوا كمان يصلوا معانا، وقول هل أطرق بابك، تعالوا صلوا معانا، تعالوا صلوا، شجعوا اللي ورا، نفس اللي في آخر كنبة يجوا يشجعوا اللي قدام. هل أطرق بابك، أرجو من الأسس يجوا يرفعوا ديهم معانا. هل أطرق بابك بعد ضياع الكلي أو أصلح أن تعالوا صلوا معانا، تعالوا صلوا معانا. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ تعالى تعالى، لسه في مكان، دوس على ذاتك وكبريائك، تعالى فرحتي مني، اترك مكانك وتعالى اتمتع بالصلاة، بلاش كبرياء، تعالى اللي ورا، تعالى تشجع، احنا مش عايزين حاجة منك. تعالى وقول النهاردة بعلن المسيح ملك على حياتي وعلى بيتي. اترك مكانك وتعالى، اترك مكانك وتعالى. امين، هاليلويا، تشجعوا، تعالوا تعالوا، قولوا عايزين صبر، بيتي ملكك، ولادي ملكك، احفادي ملكك. امين، في ناس لسه جاية، بلاش قساوة، تعال تعال يا أخي، تعال تعال يا أخي. ده لو في دكتور كبير بيكشف على الجسد كنت جيت. عندنا واحد بيصلي لأجل عينيه بالشبكية أن رب يشفيه، وأنا مؤمن أن يقدر يشفيه. جملني فقبحي قد ذهب، أترك قعدة الكرسي وتعال اركع، تعال اركعي معانا، تعال. وسواد الليل اترك مكانك وتعالى. امين امين امين، تعالوا صلوا معانا، مجدا ليك يا رب. دوس على اي ذات، على اي كبرياء، قول له ابدا معاك حياه جديده. امين، يغير قلبي. امين، تعالوا صلوا. اسيس اسيس، قوم صلي معانا. تعالوا، الليله ليله بركه، هللويا، فك القيود يا يسوع، هللويا. يا رب اعمل معجزه، اعمل معجزات الليله. تعالوا 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 تعالوا، اركع في مكانك، لو مش عايز تيجي قدام اركع. امين، تعالي تعالي
فيغير قلبي. اركع في مكانك لو مش عايز تيجي. حللا بيضاء. اركع في مكانك. اركع. حللا بيضاء. قل له غيرني. اخويا ايمن معلش اخر ترنيمة بتقولها صلاة التوبة. ما تزعلوش مني. هوجه للترنيمة دي لمجموعة ناس قاعدين في اماكنهم. ما تزعلوش طبعا انا ما اقدرش اصرف حد. ما تزعلش مني. حاس رجليك متكلبشة نفسك تصلي مع المئات اللي راكعين دول. بس ما تزعلش مني متكلبش. وعارف انك في خطاياك. وعارف انك محتاج ليسوع ومتكلبش. هنقول ترنيمة أخيرة بتقول حصلات التوبة. دوس على الشيطان قول في اسم الرب يسوع وقوم يصلي معانا. أمين. مين تاني هيقوم معانا يصلي؟ أمين. تعالى تعالي. هللويا. من اللي ورا في اسم الرب يسوع. أمين. اركعوا معانا يا جماعة وخلوا الليلة ليلة تغيير. قول له أيوة أنا محتاج يا رب سياج إله لبيتي والعيالي. محتاج أفرح الروح القدس من المعصرة بتاع الدماغ بتاع الصليب. أنا بحاول أفرح بطرق أخرى كلها طرق رديئة. أنا محتاج برج الحصين. أنا بركض إليك وأتمنع. أترك مكانك وصلي معنا في هذه الترنيمة الأخيرة صلاة التوبة. أقف مكانك. اللي ورا تعالوا صلوا معنا آخر دعوة. أمين. أمين. مين تاني؟ في ناس راكعين في أماكنهم. أمين. وفي ناس جايين يصلوا معنا. أمين. تفضل يا خيمة. صلاة التوبة في شفتي وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء. صلاة التوبة في شفتي وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا. صلي. يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء. يا إلهي دعوتك أنجدني برئني واشفني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجدني برئني واشفني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. اكسر شوكته من حياتي. صلي معايا. فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. إبليس ربطني بقيود. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. اكسر شوكته الليلة من كل بيت وكل فرد يا رب. فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. من مثلك يمنحني فداء. يا إلهي دعوتك أنجدني برئني واشفني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجدني برئني واشفني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء. فلتكسر شوكته ربي
من مثلك يمنحني فداء، 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 من مثلك يمنحني فداء. يا ريت نحن مغمضين عيوننا كلنا، ما حدا يتطلع شمال ويمين، وبليز بترجاكم اي حدا هذا الوقت، هذا وقت خاص، حتى تصوير الكاميرات اذا بتريدوا، عم شوف اشخاص كتار حاملين كاميرات عم بيصوروا بهذا الوقت، هذا وقت خاص مش حتى نصوره، حتى نركز نحن وقاعدين في محضر الله. اذا انت مختبر الخلاص صلي من اجل الناس اللي راكعه، لانه تغيير مصير، لانه قرار بين حياة وموت الى الابد. مش عم نلعب ولا عم نمزح. اذا سبق واختبرت هذا الخلاص صلي من اجل الناس اللي راكعة، صلي من اجل القلوب متقساية الليلة، صلي من اجل النفوس اللي مش عارفة تتوب. واذا بعد ما اختبرت هذا الخلاص هيدي فرصتك. وخليني قلكن شيء، وياريت نحن ومغمضين عيوننا فيك تسمعني بلا ما تطلع فيي، ما في توبة بلا دموع. إذا عم تتوب وأنت عم تضحك وفرحان مش مزبوط، إذا قلبك مش مكسور أمام الله بالتوبة، إذا قلبك مش مكسور أمام الله بالتوبة أنت عم تضحك على حالك. توبة بلا دموع، سامحوني إذا قلت توبة كاذبة. اللي عم بيتوب يعني عارف حاله أني أنا أخطأت يا رب أمامك وأنا جاي بتوبة لعندك. هذا الوقت وقت صادق أمام الله، والله رح يحاسبنا عليه. لكل شخص موجود بهذا المكان، إذا بعد في حدا ما قرب لقدام وشعرت أنه الرب عم بيكلمك وبتحب توقف بمكانك تصلي معنا، بتحب توقفي بمكانك وشعرت أنه الرب عم بيكلمك، وقفي بمكانك. إذا في هذا المكان بدك تخجل وتوقف تتسلم قلبك للمسيح، كيف بدك تشهد عنه برا؟ إذا بهذا المكان رح تخجل تركع قدام، كيف رح تشهدي عنه برا؟ إذا بتخجل توقف أمام شعب الرب وتقول أنا للمسيح، كيف بدك تشهد عنه برا؟ دعوة أخيرة، إذا أي حدا قاعد في مكانه وبعد مش متأكد أنه رايح على السماء وما حصل على الغفران الكامل من الله، بترجاك توقف في مكانك، وقف في مكانك حتى نصلي معك. لكل شخص عم بيصلي بهذا الوقت من كل قلبه قل له يا رب سامحني، أنا إنسان خاطئ، عم توب قدامك، اغفر خطاياي، أنا جاي اليوم شخص جديد بدي يكون، ساعدني، ساعدني بدي أترك الخطية يا رب، ساعدني بدي ارجع لعندك، مش عم بعرف كيف. انا عم بفتح قلبي وبدعيك تدخل الى قلبي يا رب، بدعيك تدخل الى حياتي، اسكن فيي يا رب، اعملني خليقة جديدة، ساعدني اعرف عيش اللي باقي من عمري الك، لأني بحبك. باسم الرب يسوع المسيح عم صلي، أمين. أرجو أحبائي المشاهدين أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء مع الطبيب العظيم. إذا شعرت أن الرب تحدث إليك بصورة أو بأخرى من خلال هذا اللقاء، أرجوك وأنت في مكانك أن تتجاوب معه، أن تتلامس معه، هو قريب منك جدا، هو عن كل واحد منا ليس ببعيد. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار، من فضلك اتصل بينا على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة، أو يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.thegreatdoctor.com. وإلى لقاء جديد مع الطبيب العظيم، نستودعكم في رعاية القدير.